أهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين من جديد، ومع فقرتنا الحوارية الأولى في هذه الحلقة، وحديث يجمعنا مع الدكتور خليل ماتقي، باحث علمي في دائرة التكنولوجيا الحيوية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وحديث حول مضار الميكروبات. يا أهلا ومرحبا فيك دكتور، يسعدني جدا أني أكون معك في هذا اللقاء الحواري، وخصوصا في مساء الخير الكويت. وأنا أسعد، أهلا وسهلا فيكم، وصراحة أنا أشكركم اليوم على استضافتكم لي، وطبعا مو غريب على تلفزيون الكويت وبرنامج مساء الخير اللي أنا واحد من متابعينه صراحة. فإذا بنتكلم عن الميكروبات بداية كتعريف، هي الكلمة في الأصل لاتينية، يعنى فيها يعني الكائنات اللي ما تنشاف بالعين المجردة، تحتاج مساعدة مثل الميكروسكوبات أو المجهر أساس تكبر بأحجام معينة أساس ممكن نشوفها وبالتالي دراستها، إلا في قلة قليلة اللي هي بعض الفطريات ممكن تنشاف بالعين مثل المشروم مثل الفقع، إذا يعتبرون بالفطريات بس ممكن مشافتها بدون ميكروسكوبات، لكن البقية ما نشوفها بالعين المجردة. نعم. إذا جينا نتكلم عن الميكروبات، دائما دكتور نتكلم إن في ميكروبات ضارة وأيضا هناك ميكروبات قد تكون مفيدة. نعم. لما نقول عنها مفيدة نقصد كإفادة علاجية ولا كإفادة للجسم نفسه؟ نعم، هو أساس نكون نعرف الشغلة هذه. نعم. تقريبا أقل من 2% من عموم الميكروبات. نعم. هي اللي تسبب مشاكل أو الأمراض، أقل من 2%. ميكروبات نقصد فيها الفيروسات، البكتيريا، الطحالب. نعم. وكل ما يشمل تحت الثلاث أنواع هذه، وفي بعضها اللي هو يسمونهم بعض الفطريات بعد. هذه مجتمعة هي عبارة عن ثلاث ممالك، نعني في الممالك مثل مملكة النبات، مملكة مكرم السامع الحيوان، في مملكة الفيروس والبكتيريا والفطريات. نعم. طبعا مثل ما قلنا هم اللي مسببين المشاكل هذه والامراض للانسان، ترى اقل من 2%. نعم. واكثر من 98% اذا ما يفيدون ما يضرون الانسان. نعم. يعني واحده منهم محتاج الانسان لا وتكون داخل جسمه. صحيح. هي مثل اللي تساعد على توفير فيتامين كي اللي هو يساعد على عمليه التخثر الدم، على اساس لا قدر الله يتصار واحد معه جرح ولا شيء يتأكتب يصير نشط. نعم. بمساعدة البكتيريا الفيتامين هذا، وبالتالي يساعد عملية التخثر. نعم. نحتاج في بعضهم اللي هو المفيدين لعملية التخمير، لعملية مثلا تحويل اللبن إلى الروب. صحيح. في كثير، وبعضها نستخدمها للمضادات الحيوية. نعم. مثل البنسلين وغيره. صحيح. أما الـ طبعا الضارة وهي أقل من 2%، طبعاً كل نوع من الميكروبات متخصص في جهة معينة أو جهاز معين في جسم الإنسان، لأنه معروف جسم الإنسان عبارة عن أجهزة. صحيح. في الجهاز العصبي، الجهاز الدوري وغيره. نعم. مثلاً طبعاً أخطرها نقولها بهالطريقة اللي هو الفيروس، هذا أخطر أنواع الميكروبات. نعم. صعب التعامل معه، هو الأصغر من ناحية الحجم، من بعده من حيث الخطورة البكتيريا، ومن بعده الفطريات. نعم. إذا كانت مسببة لأمراض. يعني إذا أنا بنتكلم عن الميكروبات شلون نقدر نوظفها لصالح الإنسان أو للإنسان؟ تمام. هو إحنا بعد الدراسات يعني طبعاً، وبعد الأجهزة والتقنية الحديثة اللي نستخدمها في هذه الأمور. نعم. قدرنا نتجه ونوظف بعض الميكروبات. نعم. لمصلحة الإنسان. يعني مثل شنو؟ يعني في بعض الأوقات وإحنا نعرفها كلنا طبعاً، أخذنا تطعيمات وإحنا صغار قبل ما ندخل الروضة والأمور هذه. نعم. نأخذ الطعم واحدة من الطرق هذه، يا أما يكون بكمية قليلة أو يكون غير نشط. نعم. أو جزء من الميكروب، هاي واحد. اثنين، نضع في مواضع في جسم الإنسان بحيث نأخذ المناعة منه. نعم. يعني مثلاً إذا سبب أي مرض للجهاز التنفسي ما نحطه مثلاً، ما يكون على شكل شراب، على شكل تطعيم. نعم. تمام. فإحنا نبي منه المجرد المناعة، فناخذ منه جزء أو يكون غير نشط، فبالتالي نقدر مناعتنا تقاومه وتكون جزء منها للذاكرة. نعم. على أساس لا قدر الله إذا أصاب واحد في المستقبل المناعة تقدر تتعرف عليه وتقاومه. نعم. مثل مثال بسيط مثل شلل الأطفال. صح. يعني من طعمنا فيه وإحنا أطفال بعد خلاص ما نخاف منه لأن عندنا مناعة ضده. نعم. هذه واحدة. في طرق ثانية يستخدم مثل في الزراعة. نعم. في بعض الميكروبات نستخدمها في الزراعة، نوع من أنواع البكتيريا شنو دوره؟
ان نعرف احنا مثلا التربه، للاسف التربه مثلا بالكويت نتكلم عن اجزاء كبيره قلويه. نعم. فهذا نوع من التوظيف اللي هو نستخدم نوع من انواع البكتيريا يحول التربه القلويه الى حمضيه. ليش؟ لانه ياخذ الكبريت يحوله الى ماده حمضيه، فبالتالي عادل الاس الهيدروجيني هذا. نعم. فتصير صالحه التربه من تربه صحراويه الى تربه صالحه للزراعه. نعم. هذا ايضا توظيف ثاني بالاضافه الى المواد الغذائيه ايضا نستخدمها. نعم. واذا بنطلق لفوائدها ومميزاتها، يعني احنا دائما نعلم عيالنا او باي مكان الميكروبات والجراثيم والفيروسات، ولكن ونعرف اخطارها، وذكرت انت كيفيه استخدامها او توظيفها كمعالج للانسان، او ممكن نستخدمها كمعالج للانسان، ولكن اذا نبي نعرف مميزاتها. نعم، هو طبعا أحسن شيء لدراسة هالميكروبات هذه وكيفية السيطرة والتحكم فيها. نعم. لازم تتصنف، فبدايات يمكن ما نتكلم عن بدايات سنين طويلة، يمكن أقل من 25 سنة كانت جميع الميكروبات في مملكة واحدة. نعم. لكن مثل ما قلنا بسبب التقنية الحديثة اللي والأجهزة الحديثة اللي قاعد نستخدمها تساعدنا في ان نشوف تفاصيل اكثر للميكروبات هذه، فبالتالي نحسن تصنيفها. نعم. على حسب خواصها، على حسب المشاكل اللي تسببها، على حسب نموها، على حسب احتياجها لمثل الاكسجين، لعنصر الكربون، فبالتالي نقدر نصنفها. نعم. فنحط كل مجموعه لنفس التصرف مع بعض. نعم. مثل ما نتكلم احنا بالكويت كويتيين، فما يصير كويتي يروح المانيا. نعم. يقول عليه الماني مجرد غير البلد. صح. يظل كويتي كويتي بلهجته بلبسه بتصرفه. نعم. بعاداته بتقاليده. تمام. نفس الشيء الميكروبات ترى. نعم. يعني مثلا الفيروس معروف ان من يكون بالجو عباره عن عوالق، حتى ما يعتبر كائن حي. صحيح. متى يصير كائن حي؟ لما يشوف له انسان، لما يشوف له ضيف مناسب. نعم. فيبدا يتكاثر بسبب له مشاكل. من بعيد الشر من المرض اللي يسويه نقدر نعرف هذا. نعم. شنو، وناخذ منه بعض الاكثر الاحيان نطلب من بعيد الشر المريض نقول له عطنا عينه. صح. ناخذ عينه اللي كان السوائل او الشسمه. نعم. فبالتالي نروح نفحصها بالميكروسكوبات ونقدر نتعرف من الشكل. نعم. لكل ميكروب له شكل معين، يعني على سبيل المثال فقط صفاته وخواصه. نعم. وفائدته ومضاره والشكل. يعني. نعم. احنا مثلا لما يمر علينا واحد الحين نقول هذا افريقي. صحيح. شلون عرفنا؟ صحيح. صح. طبعا من البشره والشعر والامور هذه. نعم. نفس الشيء ترى الميكروبات. صحيح. من الشكل، من التصرفات، من الميزة، من الخواص. نعم. بسهولة نقدر نفعلها. دكتور، شلون نقدر نوازن بين يعني ان ما مثلا نلغي الميكروبات المفيدة للجسم، خصوصا ان ساعات الواحد ياخذ أدوية ممكن تكون. نعم. قوية او نسبة مضادها عالي. نعم. فشلون نقدر نوازن بين المفيد نخليه ونحاول نقلل من الضار؟ نعم، هو طبعا اذا نتكلم عن المضادات الحيوية الحين هذه بروحها علم ثاني. نعم. المضادات الحيوية ترى عوائل. نعم. في مضادات حيوية نسميها خاصة أو سبيسيفيك لشيء معين. نعم. في بعضها يكون شامل. نعم. يعني مثلا نمنين واحد حرارة عالية جسم تكسر أعراض الإنفلونزا. صح. فنعطيه مضاد حيوي طبعا على حسب الحالة. نعم. في بعض الحالات لازم نعطيه مضاد حيوي قوي على أساس أن نحافظ عليه وننزل مثلا من حرارته بخافض الحرارة والأمور هذه. نعم. طبعا من الأعراض اللي فيها المريض نقدر نعرف نوعية المضاد. أنا بقول شغلة واحدة، يعني في بعض المضادات إحنا نحرص أن نعطيه نوع من أنواع المضادات اللي يكون بسيط. لا. ليش؟ أنا عشان نعطي فرصة حق مناعته. صح. تقاوم معها المرض هذا. صح. وفي بعض المضادات الحيوية تكون مركزة قوية جدا. نعم. هذا اللي مثلا يمتازون فيها الخاص، يقولون احنا نعطي مضادات حيوية قوية بالإضافة بالوقت هذا ما يكون فاد ترى المناعة. نعم. ما ممكن يكون انه يكون قد ضرها. وما شاء الله، يعني احنا لو نبي نتطرق حق نتوسع اكثر في مجال البكتيريا دكتور، يمكن راح ناخذ اليوم بطولة، وهالشيء اكيد مو شيء، يعني شيء جدا مفيد للسادة المشاهدين، ولكن ممكن انه يكون الوقت ادركنا. فنشكر لكم جهودكم، ونشكر لك تواجدك معنا في مساء الخير، والمعلومات الجميلة والقيمة اللي افدتني فيها، واكيد السادة المشاهدين استفادوا منها. وانا هم اشكركم على المقابلة. شكرا. شكرا لك. ما زلنا متواصلين معكم أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا من بعد هذا الفاصل.